مبروك مبروك كابتن. وشوط مختلف، شكل اختلف الشوط الثاني، شوط مختلف تماما من كل الوجوه الحقيقه، من تغييرات المدير الفني، من تعامل اللاعبين مع المباراه باحساس اللاعبين ان هم الشوط الاول لما يقدموا اي شيء يخليهم في هذا المرتبه اللي هي 2-0 اللي احنا شفناها دي. تغييرات واقعيه جدا، تغييرات اثمرت عن استحواذ وضغوط على فرقه طلائع الجيش. طلائع الجيش تماما ما قدرش يعمل اي حاجه في ظل التغييرات الموجوده، بقى عندك اسلحه وعندك زي ما بيقول سيف ودرع، يعني ناس بتدافع كويس قوي وناس بتهاجم كويس قوي. حقيقه كل يوم بيزداد اعجابي بعمر كمال عبد الواحد، لاعب بيعمل زياده عدديه على اي فرقه بيلعب، عنده ثقه، عنده شخصيه، بيعدي من واحد واثنين، وعنده الباص الاخير في تأني، في رؤيه، اثمر عن الهدف بتاع وسام. وسام ابو علي، وسام حضر الكره كويس قوي وشاط الكره هايله. الجول الاولاني من رغبه التصويبات والحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دايما، دي فرديات بتجيب اهداف وبتجيب ثلاث نقاط. كانت الزياده العدديه اللي موجوده كلها في ال 18 كانت اعتقد كانت كورنر اصلا، او كانت رد فعل الكره شاطها امام، حصل الفولو من السوليه. كل ده يحسسك ان التغييرات اللي حصلت في الملعب ندلت لعيبه عندها امكانيات التعامل، يعني عندها البيز بتاعها، عندها الحضور وقاعده بتتفرج بره. وانا لما بقعد اتفرج بره بحس من جوه لما اخش الملعب الدنيا هنا فاضيه ليه، من هنا الدنيا ليه هنا مش ما بيتحققش فيها خطوره، ليه المكان ده ما نتعاملش فيه بهذا الشكل. فاي لاعب بيبقى نازل عنده ارتياحيه وعنده الدخول اللي هو ما كانش موجود في الشوط الاول، ولكن هو اللي يقدر يعمل الفارق، فكان الفارق موجود. والاداء حتى انا اما باجي اتفرج على الفرقه كلها بتفرج على البدني كمان بتاع فرقتك اللي هو يقدر يعمل لي ستريتشات، انت وانت بتهجم تقدر ترجع تدافع امتى، انك هتلعب مع فرق مختلفه الشكل لغايه نهايه الدوري. انا قاعد انا بتكلم معاك من اول بيراميدز، ها هتقابل كالتشر تاني خالص بالزبط. هتقابل وجوه، هتقابل مدارس تانية خالص. يمكن قابل فيوتشر سيراميكا، فيوتشر المصري، سيراميكا بيراميدز مرتين، ها وزاد عندك، دي دول ناس مش بتوع هبوط، دول ناس بيحاربوا كلهم على المربع الذهبي. فالحكايه مش ان انا ان شاء الله يبقى لي التوفيق باذن الله المباراه يوم الجمعه الجايه، مش هي دي النهايه ولكن هي البدايه. طيب. فكل لاعبتنا باذن الله يتعاملوا مع تحقيق الفوز بالشكل اللي هو يبقى الشكل الطبيعي بالنسبه لك، انك انت ماشي كويس. انا مش دعوه بغيري على فكره، غيري بيلعب صح. كويس، غيري بيكسب، غيري، ولكن انا عندي الافضليه وعندي المساحه اللي تسمح لي ان انا افضل طول عمري البطل. مش عايزين اي سيناريوهات بتاعت سنتين فاتوا، او مش عايزين اي حاجه تخش في دماغنا ان احنا هنتعثر، او احنا ضغوط المباريات، او احنا بنتعامل بوحده وحده. اللي انا عندك فرصه كبيره جدا تكسب الماتش اللي جاي، تبقى انت قطعت حوالي 60-70% من الحكايه. فالنهارده انا بنبارك للفرقه الشوط الثاني الحقيقه، وبنتمنى لهم الشوط الثاني ده يبقى هو الشوط الاول في المباراه الجايه باذن الله. كابتن اسامه مبروك، شوط اول للنسيان وشوط ثاني مختلف تماما، قدر النادي الاهلي